بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المحاضرة الثانية للمجموعة، مجموعة التقوية الخاصة بمبادئ القانون الفرع الأولى كل التجارة. في المحاضرة الأولى كنا عرفنا عن إيه قانون، وعرفنا عن إيه القانون علم فن، وقلنا عن إيه القانون علم تنظيمي، علم تقويمي، علم حمائي، علم اجتماعي، وقلنا القانون علم وفن، وقلنا إيه العلاقة بين القانون والحق. قلنا في فرق بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي، وركزنا قلنا إن القانون مش هو الآلية الوحيدة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع. بعد كده اتكلمنا في تعريف القاعدة القانونية، وقلنا القاعدة القانونية دي الوحدة اللي بيتكون منها القانون، وأي قاعدة قانونية بتتكون من جزئين، الفرض والحكم. الفرض هو السلوك اللي بتنظمه القاعدة القانونية، والحكم هو الأثر أو الجزاء المترتب على مخالفة السلوك ده. وبعد كده قلنا إيه خصائص القاعدة القانونية، وإن القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة، قاعدة سلوكية واجتماعية، قاعدة ملزمة. وقلنا قاعدة ملزمة ليه؟ لأنها بتقترن بجزاء كنائي يوقع على من يخالف أحكامها. دي المحاضرة اللي فاتت، وكنا توقفنا عند هنا في مجموعة التقوية اللي هي كانت الأسبوع اللي قبل الماضي من الساعة 10 للساعة 12. محاضرة النهاردة بقى نتكلم في 3 موضوعات. الموضوع الأولاني الفرق بين القانون والدين والأخلاق، الفرق بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد. هنفرق من حيث التعريف، ومن حيث النطاق، ومن حيث الجزاء، ومن حيث الهدف أو الغاية، ومن حيث التحديد. أول حاجة القانون تعريفه إيه؟ دي مجموعة القواعد القانونية اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. ده تعريف القانون. طب إيه تعريف الأخلاق؟ الأخلاق دي مجموعة من القواعد اللي بيتبناها الشخص لنفسه. الأخلاق مجموعة من القواعد اللي الشخص بيتبناها لنفسه بهدف الوصول إلى أقصى درجة من السمو والكمال. يبقى الأخلاق الشخص هو بيحط القواعد لنفسه، القانون مفروض على الشخص، القانون مفروض على الشخص. لكن الأخلاق قواعد ذاتية، قواعد أساسها ذاتي، أساسها شخصي. كل شخص بيحط القواعد اللي هي عايز يوصل بيها لأقصى درجة من السمو والكمال. يبقى كده عرفنا القانون مجموعة من القواعد القانونية اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. أما الأخلاق هي إيه؟ دي مجموعة من القواعد اللي بيتبناها الشخص نفسه. فأساس الأخلاق أساس ذاتي، أساس ذاتي ليه؟ بهدف أن يصل الإنسان إلى أقصى درجة من السمو والكمال. طب تعريف الدين، دي مجموعة من القواعد أو الأحكام المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. الدين مجموعة من القواعد المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. والأديان المعترف بها والأديان المقننة هي الأديان السماوية، الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي. أما العادات والتقاليد، دي مجموعة من القواعد اللي بتنظم العلاقات داخل الإيه؟ المجتمع. كده فرقنا بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث التعريف. طيب نفرق من حيث النطاق. نقول لك القانون بينظم السلوك الخارجي فقط، وبالتالي الشخص لا يحاسب على نيته. القانون حسب الأصل لا يحاسب الشخص على نيته. يبقى الأصل للقاعدة القانونية قاعدة سلوكية. ليه؟ لأن القانون لا يحاسب الشخص على نيته، بل يحاسب الشخص على سلوكه الخارجي. أما الأخلاق، لا، القاعدة الأخلاقية، لأن هدفها بناء الفرد، فبتحاسب الشخص على علاقاته مع غيره، ودي الأخلاق الاجتماعية، وبتحاسب الشخص على علاقته مع نفسه. فالأخلاق بتحاسب الشخص على نيته وما يدور في داخل إيه؟ نفسه، وما يدور في داخل نفسه. يبقى الأخلاق أوسع نطاقا من القانون، لأن القانون بينظم فقط السلوك الخارجي. أما الأخلاق بتنظم السلوك الخارجي، وبتنظم كذلك السلوك الإيه؟ الداخلي، أو بتنظم النية، أو بتحاسب الشخص على نيته. طب الدين، لا، ده الدين أوسع نطاقا من القانون والأخلاق، لأن الدين بينظم سلوك خارجي. لأن إنما الأعمال، إنما الدين المعاملة، الدين المعاملة. وبرضه القانون بيحاسب الدين بيحاسب الشخص على نيته، انما الاعمال بالنيات. وكمان الدين اوسع نطاق ليه؟ لانه بينظم علاقه الشخص بايه؟ بربه. يبقى هنا القانون اقل نطاقا من الاخلاق، والاخلاق اقل نطاقا من الدين. يبقى الدين اوسع نطاقا من كلهم. ليه؟ لان الدين بينظم السلوك الخارجي، علاقه الانسان بغيره،
وبينظم السلوك الداخلي، بيصفي نية الفرد بحسب الشخص على نيته، وكمان بينظم الدين، بينظم علاقة الشخص بإيه؟ برب. طب إيه إنما نطاق العادات والتقاليد برضو بتنظم سلوك إيه؟ خارجي. يبقى كده احنا فرقنا من حيث بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث التعريف، وكمان فرقنا من حيث النطاق، أو صح نطاقا يعتبر الدين لأنه بينظم علاقة الشخص بغيره، وبينظم علاقة الشخص بنفسه نيته، وبينظم كذلك علاقة الشخص بإيه؟ بربه. ويجي هنا بعد كده برضو نقارن بين الجزاء، ودي نقطة مهمة جدا. إن القانون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة. يعني إيه قاعدة ملزمة؟ يعني بتقترن بجزاء جنائي يوقع على من يخالف إيه؟ أحكامها. الجزاء ده قد يكون جزاء مدني، قد يكون جزاء جنائي، قد يكون جزاء إداري. أما بالنسبة للأخلاق فالجزاء هو عبارة عن جزاء معنوي، عبارة عن تأنيب ضمير واستنكار المجتمع. أما الجزاء في الدين فجزاء أخروي لسه في الآخرة، وبالتالي لو أنت ما صليتش محدش هيحاسبك، ما زكيتش محدش هيحاسبك. ليه؟ لأن الحساب على مخالفة الدين حساب أخروي، حساب في الآخرة. أما العادات والتقاليد فالجزاء فيها المعاملة بالمثل. الدين قلنا الجزاء قد يكون جزاء جنائي، وقد يكون جزاء إداري، وقد يكون جزاء مدني. طيب بالنسبة بقى كده بعد كده التفريق بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث الغاية أو الهدف. نقول لك الهدف من القانون الحفاظ على استقرار المجتمع، لكن الهدف من الأخلاق لا، بناء الفرد بناء سليما حتى يصل الفرد إلى أقصى درجة من السمو الكمال. طيب الهدف من الدين إيه؟ لا، بناء الفرد وبناء الدولة. طب لكن الهدف من العادات والتقاليد، الهدف من العادات والتقاليد هي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. آخر نقطة في التمييز بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث التمييز، من حيث التحديد. نقول لك القاعدة القانونية عشان قاعدة مكتوبة في الغالب ومصاغة بدقة فهي قاعدة محددة. أما القاعدة الدينية فقاعدة غير محددة، لأن بتختلف باختلاف الأديان، وداخل الأديان بتختلف باختلاف الطوائف والملل. طب برضو القاعدة الخاصة بالعادات والتقاليد برضو قاعدة غير محددة، لأن بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن بيئة لأخرى. برضو القاعدة الأخلاقية غير محددة، بتختلف من شخص لشخص ومن مكان لآخر ومن وقت للتاني. يبقى هنا قارنا بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث التعريف، من حيث النطاق، من حيث الجزاء، من حيث التحديد، من حيث الهدف. طيب اما تيجي الاسئله دي بيقول لك مثلا، يقول لك القانون اوسع نطاقا من الاخلاق، تقول لي غلط، ده القانون بينظم سلوك خارجي، اما الاخلاق بتنظم سلوك خارجي وسلوك داخلي. القانون لا يحاسب الشخص على نيته حسب الاصل، لكن ممكن القانون يحاسب الشخص على نيته اذا اقترن بسلوك ايه خارجي، زي القتل العمد، عشان مقترن بنيه سيئه جزاؤه اقوى واشد من القتل الخطا اللي ما فيهوش نيه. ممكن نقول لك من حيث الجزاء، نقول لك الجزاء القانوني جزاء مادي ملموس توقعه السلطه المختصه، السلطه المختصه قاضي يحكم محكومه تنفذ. اما الجزاء الاخلاقي ده جزاء معنوي عباره عن تانيب الضمير واستنكار المجتمع. يبقى احنا قارنا بين القانون والدين والعادات والتقاليد والأخلاق من حيث التعريف والتحديد والنطاق والجزاء والهدف. الأسئلة اللي بتيجي دي بتقارن بين القانون والدين والقانون والأخلاق بجزئية معينة من دون بنحددها. طبعا هنملي بعد فترة، هنملي تلخص ايه؟ ما تيجي تلخص الكلام ده، ما تيجي تلخص الكلام ده بتعمل مربع وبتكتب فيه آليات تنظيم العلاقات داخل المجتمع. تكتب في الأول القانون في المربع الأولاني، في المربع الثاني الدين، في المربع الثالث الأخلاق، في المربع الأخير العادات والتقاليد. تكتب من حيث التعريف وتعرف، تقول القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. طيب الدين مجموعة القواعد والأحكام المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. طب الأخلاق دي مجموعة القواعد اللي بيتبناها الشخص نفسه بهدف الوصول إلى أقصى درجة من السمو والكمال. طيب العادات والتقاليد دي مجموعة من القواعد اللي بتنظم علاقات داخل مجتمع صغير. وإن المجتمع ده أي كيان يتكون من أكثر من فرد، والأسرة مجتمع وده أصغر المجتمعات، والكلية مجتمع، والدولة مجتمع كأكبر المجتمعات على المستوى الداخلي، والعالم مجتمع ده أكبر المجتمعات على المستوى الخارجي أو المستوى الدولي.
كده فرقنا من حيث التعريف. من حيث النطاق تقول القانون لا ينظم إلا السلوك الخارجي، والأصل أن القانون لا يحاسب الشخص على نواياه، ولكن يمكن للقانون أن يحاسب الشخص على نواياه إذا اقترن بسلوك خارجي. بالنسبة للأخلاق لا، نطاقها أوسع، لأن بتحاسب الشخص على السلوك الخارجي وكمان بتحاسب الشخص على نيته، فالأخلاق أوسع نطاقا من القانون. وبالنسبة للدين تقولي لا، أوسع نطاقا من القانون ومن الأخلاق، لأن الدين بينظم سلوك خارجي، إنما الأعمال إنما إنما الدين المعاملة، الدين المعاملة بينظم العلاقات بين الأفراد، وبرضه بينظم سلوك داخلي، إنما الأعمال بالنيات، كمان بينظم علاقة الشخص بربه، لذلك بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، بمعنى أنا ممكن أبدي غيري على نفسي حتى لو أنا محتاج، ليه؟ عشان بنتظر جزاء في الآخرة. إنما بالنسبة لي العادات والتقاليد، نقول لك لا، العادات والتقاليد نطاقها ايه؟ برضه بتنظم سلوك خارجي، بل العادات والتقاليد بتتفق مع القانون، الاثنين بينظموا سلوك ايه؟ خارجي. يبقى العادات والتقاليد بتتفق مع القانون من حيث النطاق، الاثنين بينظموا سلوك خارجي، ومن حيث التعريف الاثنين قواعد بتنظم العلاقات، بس الاختلاف في الجزاء. نيجي نفرق في النقطة الثالثة بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث الجزاء. تقول لي الجزاء القانوني جزاء مادي ملموس توقعه السلطة المختصة، قد يكون جزاء إداري، قد يكون جزاء جنائي، قد يكون جزاء مدني. بالنسبة لي الجزاء الديني لا، ده جزاء أخروي، أي لا يوقع في الدنيا، وبالتالي ممكن الإنسان في نهاية عمره ممكن يتوب، وبرضه الجزاء ده يتفادى الجزاء ده. لما الجزاء الأخلاقي ده جزاء معنوي عبارة عن تأنيب الضمير، يبقى السلطة اللي بتوقع الجزاء الأخلاقي هي الضمير، وأحيانا ممكن القانون ما يكونش الضمير ما يكونش موجود، وبالتالي يوقع شخص جزاء على نفسه. طيب من حيث التقليد الجزاء فيه عبارة عن المعاملة بالمثل، بمعنى إن أنت هتساعدني في بنا بيتي هساعدك في بنا بيتك، هتجيلي في فرح هجيلك في فرح، هتنقطني في فرح بنتي هنقطك في فرح بنتك، سلم عليا سلم عليك، المعامله بالمثل. لذلك نلاقي احسن ما فينا من عادات انقرض، لان احنا بنعامل بعضنا بالمثل. يبقى كده فرقنا من حيث 3 حاجات، التعريف والنطاق والجزاء. نيجي بقى نفرق بين القانون والدين والاخلاق والعادات والتقاليد من حيث الغايه او الهدف. تقول الغايه او الهدف من القانون هو الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع، برضه الهدف من العادات والتقاليد الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع، لكن الهدف بقى من الأخلاق ده بناء الفرد بناء سليما حتى يصل إلى أقصى درجة من السمو والكمال. طب الهدف من القانون ايه؟ الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. طب الهدف من الدين؟ لا، الهدف من الدين أوسع، لذلك معظم الدول اللي هو هدفه ايه؟ بناء الفرد وبناء المجتمع، بناء الفرد وبناء المجتمع، لذلك معظم الحضارات قامت على أساس ديني، لأن الدين لو تم غرسه حقيقة في نفوس المجتمع هيبني الفرد بناء سليما، وهيبني الدولة وهيساعد الدولة على التقدم. آخر نقطة فيها بنفرق بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد من حيث التحديد. تقول لك القاعدة القانونية قاعدة محددة، لأنها قاعدة مكتوبة، قاعدة مكتوبة طالما مكتوبة محددة واضحة. لكن القاعدة الدينية أنهي دين هيطبق قاعدة غير محددة؟ أنهي دين هيطبق؟ هل هيطبق الدين الإسلامي؟ ولا هيطبق الدين المسيحي؟ ولا هيطبق الدين اليهودي؟ داخل نفس الأديان برضه في طوائف بتختلف. الدين الإسلامي فيه ملل ومذاهب كتيرة، مذهب حنفي، مذهب حنبلي، مذهب مالكي، مذهب شافعي. الدين المسيحي في ارثوذكس وفي كاثوليك وفي بروتستانت. الدين اليهودي بتتعدد المذاهب بتتعدد الملل، فهي غير محدده. برضه العادات والتقاليد غير محدده، تختلف من مجتمع لمجتمع ومن كائن لكائن. برضه الاخلاق غير محدده، لان اساسها شخصي، بتختلف من شخص لشخص، حتى نفس الشخص بتختلف اخلاقه من وقت لايه للتاني. يبقى ده الموضوع الاولاني بتاع النهارده، الموضوع الاولاني احنا قررنا بين القانون والدين والاخلاق والعادات والتقاليد. ما تيجي تلخص دول بتعمل مربع وتكتب القانون في الاول، بعد منه الدين، بعد منه الاخلاق، بعد منه العادات والتقاليد. تكتب تعريف ده ايه زي ما احنا عملناها، تقرا المحاضره، تقرا كذا مره، بتكتب اللي انا كاتبه وتقرا من الكتاب، انا خططت ده في الكتاب او انا خططته في الكتاب، تاخده من الكتاب وايه وتحددوا. طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هي خاصة بأنواع القواعد القانونية.
قلنا احنا بنقسم القواعد القانونية لنوعين، قاعدة آمرة وقاعدة مكملة. مش عايز منك غير تعرف ايه القاعدة الآمرة، هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. القاعدة الآمرة دي قاعدة بتأمر وتنهي، دي قاعدة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وكل اتفاق على ما يخالفها يعد باطل. طالما بتأمر وتنهي يبقى قاعدة آمرة، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق على ما يخالفها يعد ايه باطل. زي ايه القاعدة الآمرة؟ القاعدة اللي بتجرم القتل، القاعدة اللي بتجرم السرقة، القاعدة اللي بتحدد سن التجنيد، القاعدة اللي بتحدد سن الجواز، القاعدة اللي بتحدد سن الفايدة، دي كلها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق على ما يخالفها يعد باطل. أي اتفاق على ما يخالفها يعد باطل. أما القاعدة المكملة دي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق على ما يخالفها يعد صحيح. زي إيه؟ القاعدة اللي بتقول تسليم الشيء المبيع محل البايع، يعني يا بايع لما تيجي تبيع حاجة تسلمها في المكان اللي بتبيعها منه. بس جه في نهاية القاعدة بيقول لك ايه؟ ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. يعني ممكن نتفق على ما يخالف، ممكن البائع عشان يبيع كتير يقول لك ايه؟ انا هوصل للمنازل. طالما يجوز الاتفاق على ما يخالف يبقى دي قاعدة ايه؟ مكملة. برضو من القواعد المكملة القاعدة اللي بتقول لك ايه؟ تسليم السعر عند استلام الشيء المبيع. طب انا البائع عايز يبيع كتير فممكن يقول لك انا بيع بالقسط. هنقول له طالما يجوز الاتفاق على ما يخالف يبقى قاعدة مكملة. يبقى القاعدة المكملة هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخالف، واي اتفاق على ما يخالف عقد صحيح. امثلة دي قلنا هنا مثالين، وقلنا هنا 5 امثلة. يبقى عرفنا القاعدة الامرة، تكتب كده تعريف القاعدة الامرة، هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالف، واي اتفاق على ما يخالفها يعد باطل. مثل القاعدة اللي بتجرم السرقة، والقاعدة اللي بتجرم الأكل، القاعدة اللي بتحدد سعر الفايدة، والقاعدة اللي بتجرم الإرهاب. كل دي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالف. القاعدة اللي بتحدد سن التجنيد، القاعدة اللي بتحدد سن الجواز، دي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالف، وأي اتفاق على ما يخالف يعد باطل. طب إيه القاعدة المكملة؟ دي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق على ما يخالفها يعد صحيح. زي القاعدة اللي بتقول إيه؟ تسليم الشيء المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. يبقى معنى كده ايه؟ احنا ممكن نتفق على ما يخالف. طب والاتفاق على ما يخالف صحيح. طب مثال القاعده المكمله، تسليم الشيء المبيع عند استلام الثمن، يا بايع ما تسلمش الشيء لا تبيعه ولا ما تستلم ثمنه. برضو دي قاعده ايه؟ قاعده مكمله، يعني يجوز الاتفاق على ما يخالف. طب كده عرفنا القاعده الامره ودينا امثله، وعرفنا القاعده المكمله ودينا امثله. عايزين نقول لك ايه معيار التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة. تقول لي معيار التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة في معيارين. ممكن نميز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة من حيث ألفاظ القاعدة. أول معيار أميز بيه بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة هو المعيار اللفظي، هو المعيار اللفظي. يعني ايه المعيار اللفظي؟ إذا كانت القاعدة بتأمر وتنهى ولا تجيز الاتفاق على ما يخالفها، فهمت ده من حيث ألفاظها، يبقى قاعدة آمرة. طب إذا كانت القاعدة بتجيز الاتفاق على ما يخالفها يبقى دي قاعدة مكملة. يبقى قاعدة إيه؟ مكملة. طيب ده المعيار الأولاني. طب افرض إحنا ما عرفناش من ألفاظ القاعدة نعرف إذا كانت آمرة ولا مكملة. قال لك في معيار تاني اسمه معيار المصلحة. معيار الإيه؟ المصلحة. لو القاعدة بتهدف لتحقيق المصلحة العامة أو مصلحة عامة تبقى قاعدة آمرة. لو القاعدة بتهدف لتحقيق مصلحة خاصة، مصلحة أطراف العلاقة أو أطراف القاعدة، يبقى قاعدة مكملة. يبقى احنا في التمييز بين أنواع القواعد عايزين نفرق بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة. بنكتب تعريف ده ونكتب تعريف ده. معايير التمييز قال لك عندنا معيارين، معيار لفظي ومعيار معنوي. بندي أمثلة للقاعدة الآمرة وأمثلة للقاعدة المكملة. في نقطة مهمة، طالما القاعدة المكملة يجوز الاتفاق على ما يخالفها، طالما القاعدة المكملة يجوز الاتفاق على ما يخالف، ايه جدواها بقى؟ ايه اهميتها؟ طالما ممكن احنا نتفق على ما يخالف، ليه حاططها يا مشرع بقى؟ طالما احنا ممكن نتفق على ما يخالف، يقول لك احنا حطيناها عشان حاجتين. واحد، اذا لم يتفق الاطراف على ما يخالف القاعدة المكملة تصبح القاعدة المكملة ملزمة ويجب تطبيقها. دي اول اهمية، لان ممكن الافراد ما يتفقوش على ما يخالف القاعدة المكملة، فلو ما اتفقوش على ما يخالفها تطبق القاعدة المكملة وتصبح ملزمة. يعني على سبيل المثال،
لو احنا ما اتفقناش على ان تسليم الشيء المبيع محل المشتري، يبقى اصبح القاعده ان تسليم الشيء المبيع محل البائع هي المطبق. وبالتالي اذا هلك الشيء عند تسليمه يتحمل المشتري تبعات الهلاك، لانه اصبح المالك بمجرد البيع. برضو اهميه القاعده المكمله اللي هي تمثل التنظيم الامثل للعلاقه. تمثيل التنظيم الامثل للعلاقه ان انت ايه، ما تبيع حاجه خد ثمنها في الحال ده التنظيم الامثل. لكن افرض البياع بقى عايز يجي على نفسه عشان يبيع كتير، فبقول انا هسلم طلبات للمنازل براحتك لان دي مصلحه ايه خاصه. يبقى الموضوع التاني بنفرق بين القاعده الامره والقاعده المكمله، نعرف دي ونعرف دي. ونيجي في تعريف دي، التعريف دي نبص دي امثله للقاعده الامره وندي امثله للقاعده المكمله، وبعد كده نحدد معايير التمييز بين القاعده الامره والقاعده المكمله. وفي النقطة الرابعة في الفرق ده، ان احنا نقول ايه جدوى القاعدة المكملة، ايه أهمية القاعدة المكملة؟ طالما ممكن نخلفها ليه مهمة؟ قلنا عشان دي بتمثل التنظيم الأمثل للعلاقة. اتنين، ان احنا هتصبح ملزمة ونطبقها إذا لم يتفق الأفراد على ايه؟ ما يخالفها. كده فرقنا بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة، ده الموضوع التاني في المحاضرة دي. الموضوع التالت في المحاضرة دي، الموضوع الثالث في المحاضرة دي، وهي بتتمثل في إن إحنا عايزين نفرق بين أنواع القوانين. أنواع القوانين، قلنا القوانين إحنا عندنا كم لا حصر له من القوانين والعلاقات. عندنا كم لا حصر له من القوانين والعلاقات. قلنا لو القانون بينظم علاقات، لو القانون بينظم علاقات أحد أطراف الدولة، يبقى القانون ده قانون عام. طب لو القانون بينظم علاقات بين أفراد عاديين، يبقى القانون ده قانون خاص. يبقى أول معيار أقدر أميز بيه بين القانون العام والقانون الخاص معيار أطراف العلاقة. أطراف الإيه؟ العلاقة. لو العلاقة بين أفراد عاديين، يبقى القانون اللي بيحكم العلاقة دي قانون خاص. لو العلاقة أحد أطراف الدولة، يبقى القانون اللي بينظم العلاقة دي قانون عام. أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص إيه؟ أهمية التمييز دي بتيجي من إيه؟ عشان أحدد نوع القضاء اللي هاخد منه حقي في حالة النزاع. أحدد نوع القضاء اللي أنا هاخد منه حقي في حالة النزاع. لو النزاع بين أفراد عاديين هروح القضاء العادي. لو النزاع أحد أطراف الدولة هروح القضاء الإداري. يبقى إحنا كده حددنا العلاقة بين، حددنا أول معيار أميز بين القانون العام والقانون الخاص. إحنا عندنا كم لا حصر له من العلاقات، كم لا حصر له من القوانين، وبالتالي القوانين ما بتتحفظ لان عندنا الاف القوانين. لكن ممكن الاف القوانين دول بنحصرهم بين حاجتين، اما القانون يبقى فرع من فروع القانون العام، او القانون بيبقى فرع من فروع القانون الخاص. نميز بين الاثنين ازاي؟ نقول لك هتميز سهله قوي. تيجي تشوف القانون احد اطراف العلاقه ايه، هل القانون بينظم العلاقه بين افراد عاديين؟ يبقى القانون ده قانون خاص. القانون ده بينظم علاقة أحد أطراف الدولة، يبقى القانون ده قانون إيه؟ نعم. المعيار الثاني معيار المصلحة. لو القانون بيهدف لتعيين مصلحة عامة، يبقى قانون عام. لو القانون بيهدف لتعيين مصلحة خاصة، يبقى قانون خاص. المعيار الثالث من معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وهو معيار السلطة والسيادة. لو الدولة وهي طرف في العلاقة بتتعامل كطرف لسلطة وسيادة، يبقى قانون عام. لو الدولة وهي بتطرف في العلاقة بتتعامل كفرد عادي، يبقى قانون خاص زي وزارة الداخلية. لو بتتعامل كوزارة الداخلية لا سلطة وسيادة، يبقى قانون عام. لكن فريق الداخلية اللي في الدولة، لا ده بيتعامل كفرد فريق عادي، يبقى قانون ايه خاص. من أمثلة القانون العام قلنا القانون الدولي العام، ده اللي بينظم العلاقة بين الدول في وقت السلم ووقت الحرب، والعلاقة بين الدول والعلاقة بين المنظمات الدولية، دي بدي قانون عام. برضو القانون الدستوري اللي بيحدد شكل الدولة ونظام الحكم في الدولة والعلاقة بين السلطات في الدولة، وبيحدد ايه الحقوق والحريات اللي بتديها دول الأفراد، يبقى قانون عام. يبقى القانون الدستوري قانون عام، القانون الدولي العام قانون عام. طيب القانون الإداري اللي بينظم العمل داخل مرفق عام، ده قانون عام. قانون المالي اللي بينظم إيرادات ونفقات الدولة، ده قانون عام. قانون الجنائي اللي هدفه الردع والتخويف
واللي بيحدد الجرائم وعقوباتها، لأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ده قانون عام. قانون الإجراءات الجنائية اللي بيحدد الإجراءات أمام المحاكم الجنائية، ده قانون عام. قانون الإجراءات المدنية اللي بيحدد الإجراءات قدام المحاكم المدنية، لو قانون المرفوعات المدنية، قانون عام. كل دي كم لا حصر له من القانون العام. قانون التجنيد، قانون عام. طالما القانون أحد أطرافه الدولة أو بيهدف لتحقيق مصلحة عامة أو الدولة في صاحب السلطة والسيادة، يبقى قانون عام. القانون الخاص زي إيه؟ زي قانون الأحوال الشخصية، بينظم العلاقة بين الأفراد العاديين، جواز والطلاق. وفي بعض القواعد، في قواعد عامة بس هو يغلب عليه الطبع الشخصي، لأنه بينظم علاقة بين أفراد عاديين، والهدف بقى وإذا كان يهدف لتحقيق مصلحة عامة يبقى قانون إيه؟ عام. قانون مدني اللي بينظم المعاملات المالية بين الأفراد العاديين، ده قانون عام. قانون التجاري اللي بينظم العلاقة بين التجار، قانون عام. القانون الدولي الخاص اللي بينظم العلاقة اللي فيها عنصر أجنبي، ده قانون دولي خاص. كده ادينا أمثلة للقانون العام وأمثلة للقانون الخاص. قانون العمل الخاص اللي بينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، ده قانون خاص. قانون خاص. يبقى كده حددنا ايه انواع القوانين وايه انواع القواعد، وحددنا ايه العلاقة بين القانون والدين والاخلاق والعزم والتقاليد. نبدأ دلوقتي نفتح الكتاب ونحدد، هنلخص ايه. احنا كده وقفنا عند صفحة وقفنا عند صفحة 32. نبدأ نجيب في صفحة 24 و25 و26، دي اللي بتميز بين القانون والدين والأخلاق والعادات والتقاليد. قلنا بناخد آخر 3 سطور في 24، بنعلم آخر 3 سطور في صفحة 24، ونعلم 25 كلها، ونعلم آخر ونلغي أول فقرة في 26. تكتب عندك في ال20 ورقة اللي احنا قلناهم تلخيص ال3 ورقات دول هتلخصهم ازاي. تكتب التمييز بين القانون والأخلاق والدين والعادات والتقاليد. على فكرة احنا ضفنا هنا نقط كتيرة مش موجودة في الكتاب، ضف عشان تفهمها. تكتب نقارن بينهم من حيث التعريف. تكتب تحت القانون تعريف ايه؟ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة، ده تعريف الايه؟ القانون. تعريف الأخلاق، دي مجموعة القواعد التي يتبناها الشخص نفسه، أي أن أساس الأخلاق أساس ذاتي، مجموعة القواعد التي تبناها الشخص نفسه، الشخص هو اللي بيحطها لنفسه. إنما الدين والعادات والتقاليد والقانون دي الإنسان في سلطة أعلى منه هي اللي بتحط القواعد، لكن في الأخلاق لا، كل واحد بيحط القواعد لنفسه لتوصله لأقصى درجة من السمو والكمال. لذلك تكتب كده أساس الأخلاق أساس ذاتي، كل واحد بيحط قواعده لنفسه، القواعد اللي توصله لأقصى درجة من السمو والكمال. لكن القانون في سلطة فرضها عليه، سواء كانت السلطة دي مجلس النواب، سواء كانت السلطة دي الأب في البيت، سواء كانت السلطة دي كبير العيلة، سواء كانت السلطة دي صاحب العمل، دي سلطة أعلى مني من القانون. طيب قلنا المجتمع مش شرط يكون المجتمع الدولي، لو المجتمع الدولة يبقى السلطة اللي هتحط القواعد القانونية مجلس النواب، لكن لو المجتمع ده الأسرة يبقى السلطة اللي بتحط القانون ده الأب، هو كبير البيت. لو السلطة دي، لو الكيان ده العيلة، يبقى كبير العيلة هو اللي يحط القواعد دي. بس احنا اتعودنا ان المجتمع هو الدولة، بس قلنا المجتمع ده اي كيان يتكون من اكتر من فرد. يبقى كده بتعرف القانون، تكتب التعريف ده، بتعرف الاخلاق. القانون مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. الاخلاق دي مجموعة الاحكام او القواعد التي يتبناها الشخص نفسه.
وصولا لاقصى درجه من السمو، من السمو والكمال في حدود امكانياته ومهاراته. عايز يبقى ايه بقى؟ يتبنى الاخلاق اللي توصله اللي هو عايزه. طب انما ايه هو الدين؟ دي مجموعه الاحكام والقواعد المنزله من عند الاله سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل، برضه قوه اعلى اللي بتنزل. طب العادات والتقاليد دي مجموعه من القواعد اللي بتنظم العلاقات، دي كبير المجتمع هو اللي بيعملها. يبقى كده خدنا التعريف. طب من حيث ان طاقته للقانون حسب الاصل لا ينظم الا السلوك الخارجي، وبالتالي القانون لا يحاسب الانسان على نواياه، ولكن هناك استثناء يحاسب القانون الانسان على نواياه اذا اقترن بسلوك خارجي. انما الاخلاق اوسع نطاقا من القانون، تحاسب الشخص على سلوكه الخارجي، لان القواعد ودي الايه الاخلاق الاجتماعيه اللي بتنظم العلاقه بين الفرد وغيره. لكن في اخلاق تانية اسمها الاخلاق الفرديه اللي بتنظم نوايا الانسان، بتطهر الانسان من جوه، اسمها الاخلاق الفرديه، دي بتحاسب الشخص على نيته. يبقى الاخلاق اوسع نطاقا. الدين اوسع نطاقا، ليه؟ لانه بينظم سلوك خارجي علاقه الشخص بغيره، وبيحاسب الشخص على نيته، انما الاعمال بالنيات، بينظم علاقته بربه. اما بقى نطاق العادات والتقاليد ده زي نطاق القانون، بينظم سلوك خارجي. طيب كده فرقنا من حيث التعريف، من حيث النطاق، نقول من حيث الجزاء. الجزاء القانوني مادي ملموس، تكتب الجزاء القانوني جزاء مادي ملموس توقع السلطة المختصة. قد يكون الجزاء إداري، قد يكون مدني، قد يكون جنائي. ده جزاء مادي وملموس وحال في الدنيا، إما يمس حريتي حبس وسجن، أو يمس جسمي إعدام، أو يمس فلوسي مصادرة تعويض غرامة، وممكن يمس حريتي الوضع تحت المراقبة. أما الجزاء الأخلاقي ده جزاء عبارة عن جزاء معنوي مش مادي، جزاء معنوي عبارة عن تأنيب ضمير واستنكار مجتمع، عبارة عن تأنيب ضمير واستنكار المجتمع. طب إنما الجزاء الأخلاقي إيه؟ الجزاء العادات والتقاليد هو المعاملة بالمثل، زي ما هتعاملني هعاملك، بمعنى هتيجي تساعدني في بناء البيت بتاعي هساعدك، أساعدك في بناء البيت بتاعي، هتعزيني في والدي هعزيك في والدك، هتيجي معايا تنقط بنتي هاجي معاك أنقط بنتك. المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل. نيجي نقول بقى النقطة الرابعة من حيث الغاية. الغاية من القانون والغاية من العادات والتقاليد هو الحفاظ على الاستقرار في داخل المجتمع. إنما الغاية من الأخلاق هي بناء الفرد بناء سليما حتى يصل إلى أقصى درجة من السمو والكمال. ولكن الغاية من القانون، من الدين، لا، بناء الفرد وبناء الدولة وصولا لأقصى درجة من السمو والكمال. بكده فرقنا بين الثلاثة دول. طب نيجي بقى بنحس التحديد، يقول لك القاعدة القانونية قاعدة محددة، إن القاعدة مصاغة بدقة، مصاغة بدقة وقاعدة واضحة. إنما القاعدة الدينية قاعدة غير محددة، لأن أنهي دين أطبقه؟ وداخل نفس الدين أنهي طائفة أطبقها؟ أنهي فكرة أطبقها؟ فالقاعدة الدينية غير محددة، والقاعدة الأخلاقية غير محددة، والعادات والتقاليد غير محددة. يبقى انت الثلاث صفحات دول بتلخصهم زي ما احنا قلنا، بقارن بين القانون والدين والاخلاق والعادات والتقاليد من حيث تعريف، تحديد، النطاق، الجزاء، الغاية. نيجي في صفحة 27 بناخد اخر فقرة بس، ونكتب تعريف القاعدة الآمرة، هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالف. تكتب كده، هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالف، وكل اتفاق على ما يخالفها على الضباط، مثل القاعدة التي تجرم القتل. كيف؟ نيجي في القاعدة المكملة، ناخد 28 كلها، تكتب القاعدة المكملة هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخالف، وكل اتفاق على ما يخالف يعد صحيح. يبقى الآمرة هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالف، وهي اتفاق على ما يخالف يعد باطل. لكن المكملة هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخالف، وكل اتفاق على ما يخالف يعد ايه؟ صحيح. مثالها زي القاعدة التي تلزم تسليم الشيء المبيع محل البيع، بس تبيح بقى ما لم يجوز، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقدم غير ذلك. دي أول نقطة، نعرف دي ونعرف دي. يجي النقطة رقم 2، تقول معيار التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة، تقول في معيارين، المعيار اللفظي
أنا من ألفاظ القاعدة بعرف إذا كانت القاعدة آمرة ولا القاعدة مكملة. لو القاعدة بتأمر وتنهى يبقى قاعدة آمرة، لو قاعدة بتجيز الانتفاع على ما يخالفها يبقى قاعدة مكملة. طب المعيار الثاني معيار المصلحة، لو القاعدة بتهدف لتعيين مصلحة عامة يبقى قاعدة مكملة آمرة، لو القاعدة بتهدف لتعيين مصلحة خاصة يبقى قاعدة مكمل. نيجي برضه في آخر فقرة بقى في 28 يقول لك إيه جدوى القاعدة المكملة؟ إيه أهمية القاعدة المكملة؟ هنقول القاعدة المكملة سوف تصبح ملزمة إذا لم يتم الاتفاق على ما خلف، كما أن الأهمية الثانية أن تمثل تجسد التنظيم الأمثل للإيه؟ للعلاقة. يبقى كده خلصنا دي وقلنا معايير التمييز بينهم. نيجي أنواع القوانين بقى، ناخد أول فقرة في 30. فأنواع القوانين بنحل صفحة 31 كلها، نكتب تعريف القانون العام، والقانون الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والدولة بتكون أحد أطرافه. بنعرف القانون الخاص، والقانون اللي بينظم علاقة بين أفراد عاديين بيهدف لتحقيق مصلحة خاصة، ما القانون العام بيهدف لتحقيق مصلحة إيه؟ عام. إيه معيار التمييز بين القانون العام ومعيار التمييز بين القانون الخاص؟ القانون العام بينظم العلاقة بين أفراد عاديين، بين القانون العام من حيث أطراف العلاقة، القانون العام بينظم العلاقة لأحد أطراف الدولة. القانون الخاص لا، بينظم العلاقة بين الأفراد العاديين. القانون العام بيهدف لتحقيق مصلحة عامة، القانون الخاص بيهدف لتحقيق مصلحة خاص. القانون العام الدولة في القانون ده بكلها سلطة وسيادة، المعيار الثالث اللي هو معيار السلطة والسيادة. القانون الخاص الدولة ما بيكونش لها سلطة وسيادة. وبندي تعريف بقى للقانون الدستوري، ده القانون اللي بينظم بيحدد شكل الدولة، طبيعة الحكم في الدولة، والعلاقة بين السلطات في الدولة، والحقوق والحريات اللي بتديها الدولة الأفراد، القانون الدستوري. والقانون الإداري ده القانون اللي بينظم العمل داخل الرفاق العام. نقول برضو القانون الدولي العام ده اللي بينظم العلاقة بين الدول في وقت السلم ووقت الحرب، الدول والمنظمات الدولية في وقت السلم ووقت الحرب. دي أمثلة للقانون العام. أمثلة للقانون الخاص، القانون المدني اللي بينظم العلاقات المعاملات المالية بين الأفراد العاديين. قانون العمل الخاص اللي بينظم العمل داخل القطاع الخاص عندما يقوم شخص اسمه العامل بالعمل اللي ده رب الإيه؟ العمل. خلاص ادينا مثال. القانون الدولي الخاص اللي بينظم العلاقة اللي فيها عنصر أجنبي، يعني واحد مصري اتجوز واحدة فلسطينية، أنهي القانون اللي يحكمنا؟ يقول لك القانون الدولي الخاص بقى يحدد إيه القانون واجب التطبيق وإيه المحكمة اللي بتنظر النساء. مش عايزين برضو في النقطة دي غير الجزئية دي. وكده يبقى انتهت المحاضرة، تبدأ تذاكر ال3 صفحات دول، وإن شاء الله يوم أو اتنين وننزل المحاضرة اللي بعد كده بحيث نقدر نكمل نلحق باللي حصل، نلحق بالمحاضرات. ما تقلقوش خالص، إن شاء الله نبقى متواصلين مع بعض سواء من خلال تسجيل المحاضرات أو من خلال عمل بث مباشر. في البث المباشر أنا هجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم، بحيث يبقى احنا اونلاين نتعاون نتواصل معاكم. ان شاء الله يكون خلال فترة قصيرة ان شاء الله نتواصل. ما تقلقوش من اي حاجة، اهتموا بصحتكم، تحاولوا تركزوا في المادة، حاولوا تركزوا في المادة. عندنا فرصة كبيرة، عندنا وقت كبير دلوقتي ممكن نقرا ونطلع ونتابع. اساسنا في المذاكرة ايه؟ اسمع المحاضرة، اسمع المحاضرة، حطها في ودنك، اسمعها اكتر من مرة، افتح الكتاب. انا مخطط لك في الكتاب، احنا كده وقفنا عند صفحة 32، 32 خدناها كلها، 31 خدناها كلها، اول فقرة في 30. يبقى احنا خدنا النهاردة من صفحة 23 لصفحة 32، ما كملتش ساعة الا تلت. اقرا اسمعها اكتر من مرة واقراها من الكتاب عشان ما تغلطش وانت بتكتب. بعد ما تقرأ شوف التلخيص، اكتبه انت بأسلوبك، لخصه في ورقة في ورقتين، وان شاء الله نتقابل بعد كده اشوف تلخيص كل واحد فيكم وهنحدد ايه الأسئلة المهمة ونشتغل ازاي. يعني مثلا ممكن يجي يقول لك سؤال: القاعدة القانونية هي القاعدة التي تأمر وتنهى. نقول له صح، بس لو قال لك القاعدة القانونية ليه؟ لأن عندنا القواعد الآمرة هي القاعدة التي لا يجوز للاتفاق على ما يخالفها، أي اتفاق على ما يخالفها عض باطل. لكن لو أنا قلت لك القاعدة القانونية هي القاعدة التي تأمر وتنهى فقط، تقول لي غلط، لأن في قاعدة مكملة يجوز للاتفاق على ما يخالفها.
افرض واحد قال لي صح وواحد قال لي غلط، العبرة عندي بالتعليل. علل انت صح، شوف ده تعليلك حسب فهمك للسؤال. العبرة عندنا بالتعليل. برضه نقول لك القانون يحاسب الشخص على نواياه، تقول لي غلط، القاعدة القانونية حسب الأصل قاعدة سلوكية، وبالتالي يحاسب الشخص على نواياه. لكن ممكن تقول لي صح، قانون يحاسب الشخص على نواياه إذا اقترنت بسلوك خارجي. طب ممكن أقول لك الأخلاق أوسع نطاقا من الدين، تقول لي غلط، الدين أوسع نطاقا من الأخلاق، لأن الدين بينظم علاقة الشخص بغيره، وبينظم علاقة الشخص بنفسه، بينظم علاقة الشخص بربه، يبقى الدين أوسع نطاقا من الأخلاق، وأوسع نطاقا من القانون، وأوسع نطاقا من العادات والتقاليد. دي أمثلة للأسئلة، الأسئلة كلها تبقى صح وغلط مع التعليم. حاول تذاكر إزاي؟ اقرأ اسمع المحاضرة، خلاص بقينا مع بعض أونلاين. حاول تسمع المحاضرة أكتر من مرة، أكتر من مرة، وتبص تقرأ في الكتاب عشان ما تغلطش، إن في بعض الطلبة بتغلط في الكتابة، وما تعتمدش على ورق غيرك، يبقى أنت حلك اسمع المحاضرة، اقرأها من الكتاب، لخصها بإيديك بعد ما تقرأها من الكتاب عشان تلخيصك تكتبه صح. بعد كده احنا خلال فترة هنعمل محاضرة نحط فيها أسئلة، ونتواصل أونلاين، ونحاول بقدر الإمكان نبقى باستمرار مع بعض. إن شاء الله نتقابل بكرة برضو، هندي محاضرة تانية إن شاء الله، بحيث إن احنا نقدر نخلص خلال الأسبوعين دول، نقدر نخلص الباب الأول والتاني، وهننزل برضو محاضرات خاصة على صفحتي خاصة باستكمال محاضرات الأسبوع السادس والأسبوع السابع، بحيث إن احنا لما ينتهوا الأسبوعين اللي هم معلقة فيهم الدراسة دول نبدأ من الباب الثالث إن شاء الله. تمنياتي للجميع بالتوفيق، خلي بالكم من نفسكم ونحاول نذاكر. برضو اعتمد على المحاضرة، اسمعها واقراها من الكتاب ولخصها في ورقك. تمنياتي للجميع بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.